وحشتينا بحضورك. تحية من البحرين لك. بارك الله فيك. شكرا على الدعوة. تعرف ان عمري ما زرت البحرين. زورها ان شاء الله قريب. ان شاء الله قريب. ان شاء الله. هذا هم الاثنين معا من القياديين الاساسيين علي اعتمى موزيتون. هذه الصورة تعود الى الستينيات، بداية الستينيات او نهاية الخمسينيات. هذا عزيز بلال مؤسس مدرسة اقتصادية أساسية يسارية وزير أول. هذا أعتقد أنه محجوب يا حمدان. هذا عليا، هذو جوج زعماء حزب. وهذه في زيارة أخرى بمناسبة في سياق البحث العلمي. اليوم هو الأمين السر الدائم لأكاديمية العلوم على إسماعيل عاشور، عضو الأكاديمية. أصبح عضو الأكاديمية. حزب تقدم الاشتراكية وشبيبته، شبيبة الاشتراكية، ينظمان هذا اللقاء الدولي في لحظات عصيبة يجتازها العالم أساسا بالنظر للعدوان الصهيوني الغاشم على فلسطين وعلى غزة تحديدا، لكن أيضا بالنظر للاضطرابات العديدة التي يعيشها العالم. ومن هذا المنطلق نضنا ونحن نحتفي بالذكرى 80 لتأسيس حزبنا، أردنا أن نطل على ما يحدث عالميا وأن نرى كيف يمكن لحركات اليسار عموما أن يكون لها دور قوي كما كان لها سابقا من أجل نصرة قضايا الشعوب، من أجل نصرة قضايا الديمقراطية والحرية والتقدم والمساواة عموما على صعيد العالم أجمع، ولكن أيضا على صعيد مختلف الأقطار. وهكذا ترون اليوم كيف أن هناك تمثيلية في هذا الملتقى لمختلف القارات، أمريكا اللاتينية حاضرة، العالم الإفريقي حاضر، العالم العربي حاضر، أوروبا حاضرة، آسيا بدورها، وبالتالي هكذا نتمكن من أن تكون لنا صلات بكل هذه الحركات بقدر ما سنتمكن من أن يكون لنا وقع وصدى أقوى في المغرب. ترون من خلال المبادرات المختلفة التي يأخذها الحزب بأنه في الآونة الأخيرة نسعى إلى تحريك هذه الساحة، ساحة اليسار. بالأمس فقط كان لي لقاء مع السيد الأخ إدريس الشجر من أجل أن نعطي انطلاقة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبين حزب تقدم اشتراكية. نطمح إلى أن يتسع هذا العمل لأطراف يسارية أخرى، كما اتفقنا مع السيد إدريس الشجر على أن يتسع أيضا لحركات جمعوية، لمجتمع مدني حامل لقضايا تحرر، قضايا مساواة، قضايا ديمقراطية، قضايا الحرية. وهكذا سنسعى وأن نستفيد كذلك من النقاشات التي ستجري أثناء هذا المنتدى، لأننا نريد أن نكتشف بعض التجارب الناجحة لبعض الشعوب الأخرى. ولذلك نتمنى أن يكون هذا اللقاء مثمر على هذا المستوى. السادة الحضور الكريم، ضيوف منظمة شبيبة الاشتراكية، ضيوف حزب التقدم والاشتراكية، أيها الحضور الكريم، ينعقد هذا المنتدى المنظم من طرف منظمة الشبيبة الاشتراكية، المنظمة المواجهة لحزب التقدم والاشتراكية، في ظل احتفال الحزب بالذكرى 80 لتأسيسه والدينامية التي تعرفها كل هيكله وأجهزته جراء ذلك، والمناسبة شرف للتأكيد على انخراط المنظمة في صلب هذه الحركية، الحركية التي تتوج بدورها تراكم حوالي 5 عقود من التواجد إلى جانب هموم وهواجس وأمال الشباب المغربي والعالمي في مختلف المحطات، وعبر تعاقب مختلف القيادات والأجهزة والأنشطة والبرامج. إذن اليوم تنظم منظمة شبيبة الاشتراكية، شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، تظاهرة دولية هنا بمدينة طنجة أيام 24-25-26 نوفمبر. هذه الدورة التي تعرف مشاركة 32 دولة
تختلف من حيث تواجدها سواء بقارة إفريقيا، أوروبا، آسيا وكذلك أمريكا. النقاش اليوم سيكون حول موضوع مهم جدا تعرفه الساحة الدولية، وهو موضوع عالم جديد يتشكل في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، فقضية الحرب في روسيا وأوكرانيا، وكذلك النقاش حول القضية الفلسطينية التي هي بمثابة جوهر هذه الندوة. هذه الدورة كذلك ستعرف يعني حضور وازن على المستوى التأطيري، ومن خلال 4 جلسات ستتخللها يوم السبت 3 ويوم الأحد جلسة ختامية يشارك فيها مجموعة من الفاعلين السياسيين على المستوى الدولي، وفي الختام سيكون هناك بيان أو نداء طنجة سنتبناه جميعا مع هذه المنظمات وبطبيعة الحال مع منظمات أخرى، سيدعو كل شباب العالم إلى دعمنا في هذا، في من أجل سلام العالم وعيش هذا شباب هذا العالم في حياة ورفاهية. سعيد أول مداخلة خارج المداخلات داخل الحزب أن تكون مع الشبيبة التقدم الاشتراكية، الشبيبة الاشتراكية بعنوان يغرقنا جميعا، عالم جديد يتشكل. عالم جديد يتشكل، وأي دور لليسار فيه؟ سؤال يغرقنا جميعا، سؤال أبى رفاقنا في التقدم الاشتراكي إلا أن يجعلوه عنوانا لمنتداهم الدولي الرابع، وهذا ليس غريبا على حزب وطني. أنتج مجموعة من المناضلين، منهم من قضى نحبه ومنهم من لازال ينتظر. عندما نذكر التقدم الاشتراكي لا بد أن نتذكر المرحوم علي عتبة، ونتذكر عزيز بلاد، وأن نتذكر جيرمان علياش، وأن نتذكر أطال الله عمره اسماعيل العلوي. ملتقى مهم شاركت فيه قبل ان اتحمل حتى اي مسؤوليه سياسيه. الموضوع مهم واللقاء مهم، اهميته لانه في المغرب، واهميته لانه دولي تشارك فيه اكثر من 32 دوله. نريد عالم جديد يتشكل يكون على اساس المساواه والعداله، الا تفرض علينا املاءات من الخارج. نريد دولنا ودول العالم، لا نريد عالم ثالث وعالم اول، نريد لشطب ديون العالم الثالث، نريد ديمقراطيه تشاركيه، نريد حقوق الانسان ليست بالمقاييس التي يراها البعض ولا يراها الاخرون. نريد ان يكون هناك تحويل لصلاحيات الجمعية العامة من مجلس الأمن للجمعية العامة، لأن هناك هيمنة اليوم للأسف. المؤسسات الدولية تستخدم من الدول الكبرى لفرض هيمنتها وفرض سياساتها. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، شعب الجبارين، اليوم أكبر دليل على ذلك. العلاقة التاريخية والخاصة والأخوية بين الشعب الواحد في البلدين الشقيقين والصديقين ليبيا والمغرب، اللذان يتقاسمان فضاء مغاربيا واحدا وفضاء متوسطيا وعربيا وافريقيا مشتركا، وتجمعنا كذلك الروابط الاجتماعيه والثقافيه ووسائل الاخوه التي لا تنفصل مهما كان حجم التحديات. الرفقاء والرفيقات والرفاق.